دعاء الصمات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي علت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومسابح، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا، وأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة. فأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبيين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة، في عمود النار، وفي طور سيناء، وفي جبل حوريت، في الوادي المقدس، في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة، وفي أرض مصر بتسع آيات بينات، ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر، وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف، وعقدت ماء البحر
في قلب الغمر كالحجارة، وجاوزت ببني إسرائيل البحر، وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا، وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين، وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم. وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، ولإبراهيم خليلك عليه السلام من قبل في مسجد الخيف، ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع، وليعقوب نبيك في بيت إيل، وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك، ولإسحاق عليه السلام بحلفك، وليعقوب بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الزمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وبجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وقضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض في مناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام، وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين، وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمتي محمد صلى الله عليه وآله، وباركت لإسحاق صفيك عليه السلام في أمة عيسى عليه السلام، وباركت
باركت ليعقوب إسرائيلك عليه السلام في أمة موسى عليه السلام.